وسط حصار أمني مشدد استؤنفت صباح اليوم الأربعاء بمدينة العيون المحتلة محاكمة الشرطي المغربي المسؤول عن مقتل الشهيد سعيد دنبر. وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت المئات من عناصرها وحصرت الدروب المؤدية إلى مبنى المحكمة بشارع سمارة لمنع المواطنين الصحويين من حضور الجلسة باستثناء مراقبين دوليين والناشطين الحقوقيين الصحويين إبراهيم دحان والعربي مسعود، في حين اختارت عائلة الشهيد المقاطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا عنه احنا اليوم جينا محاكمة، جينا نحضر محاكمة الجلاد القاتل الشهيد سعيد دنبر يوم 12 نهار محاكمة، وجينا الحسب ان اساس المحاكمة عادلة، ولكن المحاكمة بدون عدالة. جينا احنا وعائلته مثلا عن جماهير الصحراوية جينا نحضر المحاكمة، ومنين جينا تفاجئنا بالقوات، جميع القوات حاصرة عند المحكمة، وجاءوا متعارضين ما يغارب ذلك من 8 وتات كبارات حاصرات ذو ما هم حاصرين فيها بالخط، وشتونا ما خلونا أنا نحن المحاكمة ما هي عادلة. عائلة الشهيد امتنعت هي والشعب اللي جاي معها لا يأزر لنحضر المحاكمة، وعائلة الجلاد حاضرة حالا في المحاكمة، والمراقبين جاءوا لأنهم حلفوا ما شافوا الناس، وإحنا إلى حد الساعة مزلنا محاصرين وممنوعين من أنا لهنا حق إن شاء الله وبحول الله وقوته. إلى ما شهدت وشهد المراقبين وشهد العالم أن المحاكمة ما هي معادلة، ما هي عادلة، وإحنا عارفين أنها ما هي عادلة، يا غير إحنا لين تموا كل نهار يتموا محاكمة، لين جونا حضروا إن شاء الله وبحول الله وقوته. إلين يظهر الحق، والحق لا يظهر اليوم منا، لا يظهر الحق. هاي تحية نضالية. أنا الحين إحنا حاضرين ضيقة محاكمة الشهيد يوم 12 يوم الأربعاء يوم 12 الشهيد. يا غرض العدوما خلانا ندخل المحكمة، اضطرينا أننا ندخل المحكمة وأنت لحضور الجلسة هنا، ولكن منعونا في الدخول لحضور المحكمة. تم قمعنا بالكلام اللي ما هو دال على الشيء وبالمعاني اللي ما هي دال على الشيء، وعدنا نديروا وقفة احتجاجية هنا كان نحن حد يمرقنا ولو يعطينا ولو زل خلق كامل في المحكمة. وش ليه نقول لكم نقدو نعبروا نقدو ما نعبروا بين ذل شايفين مضرة، لأننا قادين نتكلم منين عشنا ذل الأجواء من 8 إلى حد الآن ضريكتية، ونحن في الشموسات ضريكتية مع عائلة الجلة تحنت. ها بس على نتكلم عن هذا وعيت الجلاد راهي فهمتي دخلت المحكمة دخلت المحكمة في انت الحضور وين حنا هنا تي. ها وبعد مرافعة هيئة الدفاع عن الشهيد سعيد دنبر ودفاع المتهم المسمى جمال تكريمشا، رفعت الجلسة للنطق بالحكم. أعلن رئيس الجلسة وعلى الساعة 3 بعد الزوال صدور حكم ضد المتهم ب15 عاما سجنا. من جهة أخرى وعلى مرأى من سلطات الاحتلال لا زال مستوطنون مغاربة يستهدفون ممتلكات المواطنين الصحراويين، حيث قامت عناصر مسلحة بعصي وهروات بتهشيم سيارة المواطن الصحراوي سيد أحمد ميلاد، كما قامت سلطات الاحتلال بحملة واسعة لاستهداف سيارات مواطنين صحراويين واحتجازها. في سياق ذي صلة كان عشرات المواطنين الصحراويين قد شاركوا في مظاهرة دعت إليها تنسيقية ديميزيك يوم أمس الثلاثاء، لكن قوات الاحتلال تدخلت لمنع المتظاهرين من التجمهر وقامت بتعنيفهم وتفريقهم.